بلدية مدينة أبوظبي. نستعرض دور البلدية في تطوير المظهر الحضاري لإمارة أبوظبي من خلال دور قطاع البنية التحتية في إنشاء مرافق بنية تحتية مستدامة وتجميل الأصول الموجودة من جسور ومناطق لتعزز مبادئ الاستدامة. نستخدم أفضل التقنيات المبتكرة في تصاميمنا اللي تعزز مبادئ الاستدامة من خلال بعض التقنيات اللي تواكب أفضل الممارسات العالمية. مجموعة مختلفة ومتنوعة من التصاميم الإبداعية التي تم تصميمها وتطويرها ضمن قسم التصميم الإبداعي، وتم ولله الحمد تنفيذها مثل الإنارة التجميلية في جسر الشيخ زايد، وأيضاً بعض الدواوير المهمة مثل دوار المها والحبارة وبعض المناطق الموجودة في إمارة أبوظبي. تهدف هذه المبادرات للاستخدام الأمثل للموارد بما يحقق مبادئ الاستدامة للبنية التحتية ويعزز المظهر الحضاري للإمارة. أيضاً تعتبر هذه المبادرات من أفضل الحلول المبتكرة للاستخدام الأمثل للموارد بما يحقق مبادئ الاستدامة في البنية التحتية بكفاءة وجودة.